سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا شيخ. كنا في حلقة سابقة يعني قد تحدثنا عن قضية الصلح والمصالحة وشروطها وضمن نجاحها في الشريعة، وتحدثت فضيلتكم عن قضية أن هو ناشئ عن الاختلاف وعن كيفية إدارة هذا الاختلاف وكيف يتعامل الناس مع هذا الاختلاف. لو نكمل في هذا المجال يعني الرؤية الإسلامية لهذه المصالحة وكيف نتعامل مع الاختلاف الذي ينشأ بين المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا حقيقة الأمر لا أذكر شيئا مما ذكرتم في مقدمتكم أني تكلمت عن هذه الأمور. على كل حال، هو في الحلقة قبل السابقة تحدثنا عن قضية أن هذا النزاع الذي يحدث بين المسلمين ينشأ من الاختلاف وعدم جريته. سنتحدث بإيجاز شديد عن هذه المقدمة، ثم نغوص فيما نحن فيه بعون الله تعالى. الحقيقة فعلا بالنسبة القضية منشأها الخلاف المصالحة، متى تكون؟ عندما يكون هناك خلاف أو اختلاف، وكلمة خلاف أو اختلاف يختلف فيها الناس أيضا، حتى هذه كلمة محل خلاف. بعضهم قالوا هما كلمتان بمعنى يعني معنى سوى يعني، وبعضهم قالوا لا، يعني هناك فرق بين اختلف وخالف، والخلاف كأنه خالف كأنه متعمد، واختلف كأنه ناشئ عن الاجتهاد إلى آخره. لكن النتيجة في النهاية التي في ذهني الآن مما قرأته قديما أن كلمتين بمعنى، يعني لا فرق بينهما. وكان علماؤنا يسمون الكتب التي تعتني بما اصطلح عليه الآن بالفقه المقارن، نحن كلمة فقه مقارن لا توجد عندنا، وإنما عندنا فقه الخلاف. فقه الخلاف أو فقه الاختلاف، هكذا كان الناس يؤلفون مؤلفات في هذا الموضوع. على كل حال، يقصدون به الخلاف اللي بين الأئمة. يقصدون به الخلاف الفقهي اللي بين الأئمة. نعم، الاختلاف بين الأئمة وبين المجتهدين إلى غير ذلك. نعم. على كل حال، يعني الخلاف هذا أو الاختلاف ناشئ عن مسألة هي أصلها فطرية. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس أطوارا، خلقهم مختلفين في أمورهم كلها. نعم، يعني نادر عندما تجد شخصا يوافق الآخر في جميع ما يصدر عنه. لذلك تجد العقليات مختلفة في التفكير، الفهم، حتى فهم النصوص. وأيضا يعني قضية التصرفات تجاه هذه الفهوم أيضا مختلفة. قضية النظر العادي، البصر العادي بالأعين العادية كذلك مختلف، والسمع مختلف، وهكذا القلوب كذلك والعقول. فلابد أن ينشأ عن ذلك اختلاف في الآراء. هذه المنشأة الأصل. إذن هي القضية عادية فطرية، هذا الأصل فيها. لكن متى يستحكم الأمر ويتحول إلى نوع من الصراع العنيف وإلى حتى حروب أحياناً،
هذه مسألة أخرى. الحقيقة هي مسألة من يستعجل هذا الأمر حتى لا يتفاقم عليه بالحوار، الحوار دائما مثمر، ولذلك الإسلام دائما يعلق أموره على قضية الحوارات بين المسلمين وغير المسلمين، وبين المسلمين أنفسهم باختلاف اتجاهاتهم. فحكاية اللقاء، وهذه أول درجات الحوار، هي اللقاء. مهما كنت أنت يعني تحمل موضوعا مختلفا عن صاحبك أو مناقضا له، فأول أول خطوة على الطريق الصحيح هي الاجتماع، اللقاء، أن يتبادل الناس. وكان هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، حريص على قضية اللقاء حتى مع مخالفيه، لأن اللقاء قلنا أهم حاجة، أقل حاجة تصدر عنه أن تسمعني وأسمعك وتفهمني وأفهمك، وهذه خطوة على الطريق صحيح. نعم، لعلك حتى لو لم نتفق في هذا في هذه الجلسة، نتفق في جلسة، نعم نتفق فيما بعدها عندما ترجع إلى مكانك وتستقر وتفكر وأنت هادي. ومعروف أن سبب التفاقم وتحويل المسألة الخلافية العادية إلى قضية يعني مشاحنات ومخاصمات وأحيانا حتى إلى حروب هي قضية الغضب، وهذه التي يتدخل فيها الشيطان اللعين لعنه الله. فإذا قضية الغضب هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قضية إبعاد صحابته عن هذه المسألة، ولذلك ورد في الأحاديث الصحيحة أن كثيرا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أوصني، قال لا تغضب، فكرر المسألة فقال لا تغضب، فكرر المسألة فقال لا تغضب. إذن الغضب هو الشر المستطير الذي يرتب بقية الأمور، ولذلك لازم الإنسان يبعد عنه الغضب. صحيح هو الغضب صعب أن يتحكم الإنسان في نفسه وأن يبعد عنه ذلك، لكن هذه عزيمة الإنسان. أين تظهر؟ تظهر في العمل، لأنه الشيطان يعني كأنه يبحث عن هذه المواقع. ولذلك عندما الإنسان يبعد الشيطان في حالة الغضب تتغير الأمور. ولذلك ورد في السنة الصحيحة أن رجلا يعني كأنه تعارك تخاصم مع رجل آخر، وكانت ردة فعل أحدهما قوية جدا، نفخ أوداجه نعم إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمجلس، هو قريب منا، قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذلك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي يجب أن يقولها من حدث له ذلك، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يستعيذ بالله. فنقل بعض الصحابة إلى الرجل هذا الذي حدثت له هذه الحادثة، نقل له ذلك، أي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان الجواب؟ قال له أتراني مجنونا؟ رفض أن يتعوذ من الشيطان. سبحان الله، هذه تدل على النفسية الموجودة في أوقات الخصام. نعم نعم نعم، ولذلك أوقات الخصام يستغلها الشيطان استغلالا كبيرا. نعم. لأن فعلا النفوس متغيرة وكذا. فهو هذه فرصته. ولذلك قال نعم، قال الرجل أتراني مجنونا، ما تعودش. وهذه نراها في المجتمع أحيانا، لما يسدى إلى أحد الفريقين نصيحة تكون ردة الفعل منه الغاضبة، قوية ونعم متضاربة. نعم. وكذا، فينشأ عن ذلك الزيادة في الخصام. نعم. طيب شيخ، نواصل إن شاء الله الحديث حول هذه القضية وهذه المعاني، لكن بعد ما نأخذ اتصال معنا الأخ العوامي من بنغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل.
في بعض الناس تراهم يعني يطوفون بالمقابر، لأننا نرى نشاهد في مقاطع الفيديو ورجال الثقات نقلوا لنا ذلك، أن هناك من يتجه عند القبور ويطوف عندها يذبح لها ويستعيدها من غير الله سبحانه وتعالى. حتى عندنا في ليبيا، نعم عندنا في ليبيا نرى في بعض نقل لنا أناس ثقات نحسبهم على خير والله حكيم، ورأينا بيوم عيوننا في مقاطع الفيديو خاصة في ضريحة عبد السلام الأسمر يعني يطوفون بالقبر ويسجدون عنده ويتعب. طيب يجاوبك الشيخ، تحدث عن هذه المسألة إن شاء الله. في اتصال آخر، أخت نورة من الخمس. السلام عليكم. السلام عليكم أخت نورة، أنت على الخط، تفضلي سؤالك. السلام عليكم أخت نورة، هل تسمعيننا؟ ما تسمعش فينا يبدو. في اتصال آخر ولا نواصل؟ طيب شيخ، تحدثت عن الخلاف وعن قضية ضرورة اللقاء بين المتخاصمين أو المتخاصمين حتى يبدأ يعني تتقارب وجهات النظر ويصلوا إلى الصلح الذي ينشده الإسلام، لكن في قضية أخرى شيخ، وهي قضية انقسام المجتمع في مثل هذه الاختلافات. أحيانا تنقسم المجتمعات بين مؤيد لهذا الطرف ومؤيد لذلك الطرف، كيف ممكن للناس أن يعملوا عملا إيجابيا في الدفع إلى المصالحة وإلى وقف الاختلافات والنزاعات بين المسلمين؟ هذه المسألة يغذيها الإيمان، يعني لما واحد يؤمن بالله إيمانا كاملا وينظر إلى مصلحة المجتمع بأكمله، لا مجتمع لا مصلحته الشخصية ولا مصلحة الفريق الذي ينتمي إليه، وإنما يكون نصب عينيه هو مصلحة البلد بصورة عامة، عندئذ يبذل جهده في قضية أن يسعى بين الفريقين، وأقل شيء قلنا أن يجمع بينهما. والحوار يعني بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية أن القرآن نفسه استعمل هذا الأمر، جادل أعداء الإسلام، جادلهم مجادلة هادئة، يعني أن الله سبحانه وتعالى جادل إبليس نعم في أخذ ورد واستماع، أسجد لمن خلقته طينا، وهذا أعداء الإنسانية. ما فيش حد يقول فلان أخبث من إبليس، ما نظنش يعني واحد يخطر عليه هذا الأمر. إذن هو لأن القرآن الكريم وصفه بأنه عدو لآدم ولذريته، إذن هو هذا أخبث الخبثاء، ومع ذلك جادله القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم جادل الكفار، القرآن مليء بهذا، يقول يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، نعم إذن جادلهم. ويعني نصارى النجران مشهورة قصتهم في التفاسير، عندما أتوا يعني وبقوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فترة لا بأس بها، وهم يجادلونه ويحاجونه في قصة مريم وابنها عليهما السلام، نعم في عيسى بن مريم، نعم وكان يعني أكثر سورة آل عمران أو على الأقل صدرها نزل أثناء وجود هذا الوفد هناك، نعم يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ذلك، ولم يرد الله هدايتهم، ولما لم يرد الله هداية شخص لا ينفع معه شيء، لما يعني لم يرد الله هدايتهم يعني وأيس أو كاد ييأس النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعني اقترح عليه القرآن الكريم أن يباهلهم، أن يجتمع الرؤساء متاعهم وهو يجيب أقاربه ويدعو، يعني بعض العلماء قالوا عبارة عن لعنة، وبعضهم قال لا دعاء، دعاء بإهلاك الكاذب، وأخذوا هدنة، أخذوا فترة يتفكرون فيها ليلة، ويعني تشاوروا في هذا الأمر هل يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى عليا والعباس وفاطمة، ويعني كان من الغد المفروض أن يباهلهم ويباهلونه،
اقترح عليهم بعض رؤسائهم يعني هو يعني بعض العلماء قالوا يعني هو فهم الإسلام وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على صواب وعلى حق، فقال لهم يعني أخشى أن تهلكوا أن تهلكوا أو أن تهلكوا أيضا إذا بايعتم إذا باهلتم هذا الرجل، فاعتذروا في الصباح. ولما رجعوا إلى ذويهم يعني تقول بعض الروايات التاريخية السيرية أن أحد الرؤساء متاعهم عثرت دابته في الطريق فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه لا تفعل فإنه نبي. هم معترفين يعني نعم هو نبي، إذن هو متأكد من أنه نبي وقد أشار عليهم بعدم الملاعنة، ومع ذلك قالوا رجع إلى أهله إلى أهله ولم يباهل ولم يؤمن. بينما هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الكلمة من صاحبه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. القضية يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم قال العلماء لماذا صاحبنا هذا الذي يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله حق، قالوا حفاظا على منزلته، لأن عادة يعني الرئيس في أي شيء الرئيس له مكانة وأبوها، يعني صعب أن تحدثه نفسه بأنه سيفقدها. نعم يعني حتى هذه حتى في المجتمع العادي بيحافظ نعم. عليها حتى بالباطل يعني أيوة حتى ولو عرف أنه على غير الحق فإنه يسير في هذا الطريق. نعم فنعم فضل. نعم طيب شيخ، قضية الضامن اللي يعني في الرؤية في التصور الإسلامي لاستمرار هذا الصلح، وأنت أشرت في حديثك إلى قضية أن الإنسان حتى لو رأى نفسه على الحق كذا لا يمنعه ذلك من لقاء من يخالفه ومن يتنازع معه في الأمر، فهل هذا من ضمن التصور الإسلامي لاستمرار ويعني بقاء الصلح وإطالة أمده وأن يبقى فترة أكبر؟ نعم، هو أكره ما يكره الإسلام هو أن يلتجأ خصوصا بين المسلمين إلى السيف. احنا عندنا حتى الكفار لابد أن ندعوهم عندما تكون الدعوة متاحة حتى ندعوهم إلى الإسلام، فلا بد من الدعوة. نعم، ولذلك اختلف علماؤنا في مسألة حتى لنبي الله سبحانه وتعالى هل له أن يأخذ الناس على غرة. حدثت بعض الغزوات بهذا الشكل، لكن قالوا إنهم قد علموا بهذا الدين وشروطه إلى آخره فقد وصلتهم الدعوة، ومن وصلته الدعوة لا يحتاج إلى الإنذار، وإنما ينظر من ليس له علم بهذه الدعوة، لا يمكن أن يقاتل قبل أن يدعى إلى الإسلام ويبين له ذلك الأمر. نعم، بالنسبة للأول قلنا إحنا درجات الحوار الذي يؤتي أكله هي قضية اللقاء. هذه قضية واضحة في مسألة هذا اللقاء نتاع نصارى نجران أو بعض منهم أسلموا. عندنا قضية ما حدث بين ابن عباس وبعض الخوارج، والقصة مشهورة نعم، حيث جادلهم وبعض الناس اقترحوا عدم الذهاب إليهم ولكنه صمم، فأذن له علي بن أبي طالب بأن يذهب إليهم ويجادلهم، وجادلهم والجدال كان بأدب، وقد ذكره علماؤنا في كثير من الكتب. وكانت نتيجة هذا الجدال المؤدب أن يعني رجع ثلثهم عن الفكرة التي كان يحملها وعصمت دماؤهم بدل أن طبيعة الحال نعم طبيعة الحال حكاية تحليل القتال هذا وهدار الدم لا يلجأ إليه إلا في أشياء تحدثنا عنها في حلقات ماضية نعم. بقية كلها لا نعم يا سبحان الله إحنا السيرة يعني كأنها معناها واضحة في هالمسألة هذه. عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وتصل هذه الكلمة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بعض الصحابة يعني يستأذنه في قتله، قال لا، أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ فكان يعني حرص هذا رأس المنافقين، وقد ذكره القرآن ومنع حتى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. سبحان الله، ومع ذلك منع من قضية. هذه أكثر من موقف في السيرة النبوية، أكثر من موقف النبي صلى الله عليه وسلم يمنع صحابته من أن يقتلوا رجلا. وهيك القصة مشهورة، هذاك الذي يعني أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يسمع أو يكاد، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيبه بالنفي، فسمعوا منه، سمع منه الصحابة الذين جلسوا بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس يعني يصلي صلاتنا؟ أليس كذا؟ أليس كذا؟ يقول بلى ولكنه كذا. فهذا الصحابي يؤكد على نفاقه، نفاق صاحب الذي يتحدث عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يباعده عن ذلك، يضع حواجز حتى لا يصل به إلى يراقب الدماء. نعم، هكذا كانت طريقة. نعم، يعني الحوار الهادي والذي يفكر فيه الإنسان بأنه سيلاقي ربه عما قريب، ربما هو عما قريب مهما كان، لأنه كم الدنيا هي كلها مع بعضها. نعم، لا تساوي. نعم، فالمسألة هذه مهمة، قضية ألا يلجأ إلى العنف وإلى القوة. نعم. طيب شيخ، نأخذ اتصال معنا من الخمس. الأخت نورة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخت نورة. شيخ الفضيل، بالله يا نبي نصلك أنا. وعليكم السلام. بالله بنصلك يا شيخ الفضيل، أنا في شخص تقدم لي وكذا مرة، يعني تقدم لي يعني كل سنة ومالي يرفضوا فيه، فهمتني؟ بوي رفض على خاطر إن الشخص هذا أسمر وإحنا من عائلة بيضاء، قصدي مش مقتنع نهائي إن بنتي نعطاها لشخص أسمر، فهمتني؟ وكذا مرة الولدي تقدم لي تو قريب لي 5 سنين وما لي يرفضوا فيه، يعني طالب الحلال وأنا هكذا إني مقتنعة به الشخص، هو مقتنع بيا، يعني وصلت به بوي لدرجة إن قال لو نعطي بنتي يعني حتى ربي حرام، يعني مستحيل يعني نعطيكي شخصها وحتى ربي معنى إنه يحاسب. قلتين بيش نحكم الموضوع هذا؟ يعني نقعد تحايا، فهمتني؟ وفي نفس الوقت ما نقدرش يعني شنو حكمه بالنسبة لك أنت ولا بالنسبة لوالدك؟ يعني تبي الشيخ يوجه يعني كلمة لوالدك؟ اللي والي يعني شنو حكمك انت؟ يعني احنا اثنين طالبين الحلال وانت يعني شيء هذا وقلت عليه انه حرام ونعطي بنتي لواحد زي هذا، قلت يعني خاطر تغير لون البشرة بس، يعني ما فيش سبب مقنع، يعني لو احنا وياه طالبين بالحلال ما عرفتش قضية لتو قاعدة حايرة، يعني شنو هو السبب اللي موقفني، فهمتني؟ لان ما فيش سبب مقنع بمعنى. طيب ان شاء الله الشيخ يعني لهذا السبب فقط. طيب الشيخ يوجه ان شاء الله كلمة ويبين فيها يعني حكم هذا الأمر عموما. في اتصال آخر. بنت ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. معلش لو ترفعي صوتك قليلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. معلش أخي، بنت الشيخ سمت في امرأة من سجن بيتها يعني وعندها صغار، عرفها ورجلها، فهمت حتى هو ملوحها إني مدربت أديت من عزيز، عرفت خشة من بين وبيزات لتوى. أنا لو ما نسمعش في صوتك جيدا، لو ترفع صوتك قليلا، الصوت فيه تقطيع. أيوة عندي. أيوة أتوى نسمع فيك جيدا. قلت لك أنا في مرأة فهمت مطرورة من تحت أم رجلها لزتها من بيتها، يعني هي وصغارها أم زوجها. أيوة لزتها هي وصغارها، فهمت متعدي عليها ضربتها ورجلها، يعني يدرس عليها ليخمم عليها لشيء، شنو حكم الدين بس؟ يعني عرفت شنو حكم الدين؟ يعني أم زوجها طردتها من البيت وضربتها، وزوجها يعني راضي عن هذا الأمر؟ إيه راضي بالشيء هذا، كنت ما يدورش في مرضى لا في صغار على شيء.
لا يصرف عليهم يعني يديهم حيين لما يدينهم شو الحكم الدين بس. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بارك الله فيك. من شحات؟ فوزي السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخ فوزي. السلام ورحمة الله. حبك حبك الشيخ. الله يسلمك. من أصل الشيخ أولاً ما حكم القوات التي تقاتل إخصار الشريعة وفلو القاعدة في البلاد الغربية؟ هذا السؤال الثاني للخلف للشيخ اللي هو هل معمر قذافي ثوبت كفره؟ يعني أنا مش بنصر معمر قذافي ولا هل معمر قذافي ثوبت كفره؟ وما دليل الشيخ إذا كان الشيخ سؤالك كفر معمر قذافي وما دليله؟ يا أخ فوزي تسمع فيه؟ لا السؤال الأول واضح ولا السؤال الثاني واضح؟ السؤال الأول حكم مقاتلة من؟ الأول المحكم من يقاتل أنصار الشريعة والقاعدة في شرق البلاد وغرب البلاد. والثاني؟ يعني مش حكم هل هم قائمة هذه القوات هل تنظر قائمة الميليشيات أم هم قوات وطنية؟ هذا اللي هو مقصد من السؤال. هذا سؤال سياسي مش شرعي. ميليشيات ولا مش ميليشيات. لكن السؤال الثاني بعض المشايخ في المنابر توصف هذه القوات يقول لك هذه ميليشيا في شرق البلاد وفي غرب البلاد. طيب السؤال الثاني إذا بعض العلماء يقولون أن محمد القذافي كافر ما كل شيخ في القرين. يعني هذا ما يترتب شن يترتب عليه يعني توه؟ يعني الآن القول بعض العلماء يقولوا أن محمد القذافي كافر بلا فرأي الشيخ على الوافق على العلماء اللي قالوا أن محمد القذافي كافر معني أنا منش الأنصر محمد القذافي. طيب إن شاء الله يجاوبك الشيخ. في آخر ثالث تفضل. ما في سؤال. طيب مفصل فاطمة من بنغازي السلام عليكم. أنا سعيد. تفضل يا أخت فاطمة السلام عليكم. مسألة زوجي من كثرة يخرج زي علي كثرة. لو صوتك شوية فيه مشكلة في الاتصال لو تغيري مكانك أو ترفعي صوتك قليلا حتى نسمع. أنا أسمع فيك. طيب الآن نسمعك تفضلي. أنا طبعا زوجة وعندي عيال. أنا زوجة طبعا عندي عيال وخاصة من الحرام خايفة من الكلمة هذه وتكون ابني ما يتكلم بشيء. أنا خايفة من ماذا؟ خايفة من الكلمة هذه. والله السؤال خايفة من شنو؟ أخت فاطمة تسمعين أنا؟ من سؤالها مش واضح. خايفة مش عارف من خايفة من أخ كلمة يقول فيها بعد يحلف يعني. شنو الكلمة اللي يقول فيها بعد ما يحلف؟ يقول علي الطلاق دي ما يحلف فيها يعني خايفة من هو دائم الحلف بالطلاق وانت خايفه من هذا الامر انه يعني تكون. طيب حكينا عليه واجد الطلاق لكن نعاود ان شاء الله. اخ ناصر من طرابلس السلام عليكم. الو عليكم السلام. تفضل اخ ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخ ناصر نسمعه. كيف حالك اخي الكريم؟ كيف حال الشيخ؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك. بالله نسأل سؤالين على السريع لحضرة الشيخ. تفضل. السؤال الأول هو حد الجهرة والسرية من صلاة المرأة سواء كان في بيتها يعني. هل هي تجهر بصلاتها أو صلاتها دائما سرية في صلاة المرأة؟ طيب هذا السؤال. السؤال الثاني الناس بعض الشباب اللي سمحهم لبسين على الناس قصة أن المرأة لما تمشي للعمرة أن صلاتها في الفندق ولا في قامتها أفضل من صلاتها في الحرم. حينما تذهب للعمرة هل تصلي في بيتها ولا في الحرم؟ لا الناس ملبسين بعض الشباب على الناس لما المرأة تمشي للعمرة يقولون لها صلي في الإقامة نتاعك أو في الفندق أفضل لك من صلاتك في الحرم. بالله نبغى توجيه من الشيخ للناس هذيما اللي لبسوا على الناس وأن يجب أن الشيخ يوجههم أن يرجعوا المذهب البلد أصبحت الناس في بلبلة يا شيخ. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. إيمان من الجفرة السلام عليكم.
تفضل أخت إيمان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخت إيمان. مرحبتين أستاذ. مرحبتين بك. ممكن يكلم الشيخ؟ تفضل معك الشيخ، سؤالك. أستاذي يعني متضررة من زوجي، عرفت؟ يتك علي في الفوش. ماذا؟ حتى لا متضررة من زوجي، يعني عرفت؟ متقدمة من قبل حلي طبخهم ونشكيهم، لكن ما لقيت استجابة، صار مشاكل بين عيلتي وعيلتي، عرفت؟ وهو يتكر في الفوش، لا نطلع للجيران، لا فرح، لا نعدي، لا نهني، عرفت؟ في نفس الوقت منعني من الخدمة، مع أني شهادتي جامعية ومتوفر باللي راتب، عرفت؟ لكن بسبب أنه ما يتخلونيش أطلع على نقري لأهلي، انقطع الراتب. عنده مشاكل مع أهلك. أيوه، سبب مشاكل مع أهلي، حتى الأهل ما يصعش في حتى أهلك، ما يخليكش تزوري حتى أهلك. وعندي أقارب في المنطقة ما نقدرش، حتى جبتي ما نمشي لهاش، عرفت؟ وحبتني بالحوش. إذا كان أنا نفكر من يوم اليوم أني مثلا نهرب من الحوش، إذا نفكر الحوش نقدر نهرب عوالتي ونطلع أنا وياهم، والله علي ضرر، والله محكمة، يعني مثلا متقدم محكمة مرات تدير علي الحق، تقول أنت ليش طلعتي من الحوش؟ يعني متضررة داخل الحوش. أنت قدمتي شكوى في المحكمة ولا لا؟ لا، من قبل بيني وبين المحاكم وتنازلنا وهيك، وعلى اساس انه يتغير وكي، لكن ما تغيرش، عرفت؟ طيب، يعني ما لقيتش حل معاه، يعني كان واحد مثلا نطلع من الفوش يعني على طريق يحكي لنا يقول الحيط ونهرب معي بنايا، يعني فيه ضرر علي ولا ما فيش؟ وش الحكم الشرع في الضرر اللي يعني؟ طيب، يجاوبك الشيخ ان شاء الله باذن الله تعالى. رؤى من الزاوية، السلام عليكم. عليك السلام. تفضل يا أخت رؤى. الرمى لفضل أنها تتجوز وتحس نفسها، ولا تصبر على تخلي على نفسها مع أهل، ولا تصبر تربي صح. أخت رؤى، ما سمعت شيء من السؤال، لو تعودي بالوحدة واحدة هنا. ماشي. شنو سؤالك؟ الأرملة. أنها تتجوز. إيه، لفضل أنها تتجوز وتعيش نفسها، أو إنها تخلي يعني صغارها مع أهلها، أو إنها تصبر على تربي صغارها وشيء أجر، يعني شيء من أجر الأرمل. الأفضل أن تتزوج ولا تبقى مع صغارها؟ إيه، وشيء من أجر إن تربية الإنسان والأخ. طيب، تفضلي. لو سمحت. تفضلي. صداقة لدى شفقة، إيش حكمها؟ صداقة. صداقة. أتقصدي مع الشباب وبنات يعني؟ رجل. مع رجل. دردشة. ما حكمه؟ على التليفون دردشة بس. إيش الحكم؟ طيب. بارك الله فيك. يجاوبك الشيخ إن شاء الله. واضح. واضح سؤالك إن شاء الله. هناء من طرابلس، السلام عليكم. يعني بنسأل الشيخ، أمين يا شيخ. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي أخت هناء. يعني متجوزة بهي، وعندي جوزي يشرب هبة، يعني وطلبني مرة، يعني هو شر فقد الوعي، وطلبني مرة ثانية، وطلبني مرة ثالثة، المرة الثالثة يعني في فقد روحي، يعني شر بدرجة من فقد الوعي. طلق ثلاث مرات وهو سكران يعني. فاقد الوعي، يعني ما يدريش على روحه، حتى لما قال فاقد الوعي، وفاقد الوعي بسبب الشرب يعني. بسبب الشرب، قالوا أنا ما عنديش حتى علم بالموضوع هذا، يعني ما عنديش حتى غيره. أنت ما عندكش علم أنه هو يشرب، ولا ما عندكش علم أنه هو طلقك ثلاث مرات؟ لا، عندي يشرب. إيه، وفاقد يعني الوعي المرة الأخيرة، يعني ما يدريش حتى لروحه، فلما قالوا له ما يدريش حتى لروحه. وثلاث مرات طلقك؟ إيه. طيب، يعني يجاوبك الشيخ ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب شيخ، استاذنا كان فاصل وبعدين نعود نجاوب على هذه الاسئله. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. فقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى.
صاني خليلي يأتيكم في الأوقات التالية. أذن الله يأتيكم في الأوقات التالية. فقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى. جديد شيخ، نبدأ في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال أول من الأخ عوام بن غازي يسأل، يقول حكم الذين يطوفون بالقبور ويسجدون عندها، يقول هذه ظاهرة منتشرة في كثير من البلاد، فما حكمها؟ هذا الحكم يعرفه كل أحد، ناس مسلم مع ناس مسلم يطوفوا بالقبر، ولا عندنا في الإسلام هذا الأمر، ولا عندنا من يسجدوا للقبر. فإن فعل ذلك هذه قضية غير شرعية، يعني خارج الشريعة. وماذا يفعل لهم؟ هذه كلها أنا أقول لهذا الأخ اللي سأل، هذه الأمور إن وجدت واحد يطوف بالقبر والله يسجد له، فهذا تقصير من الطائفة المتعلمة. يعني إما أن يكونوا لم يوجهوا وعظا أبدا لهؤلاء القوم، وإما أن يكونوا وجهوا لهم الوعظ بطريقة مستفزة، نعم، تزيد في غيهم أحيانا. فيعني الوعظ لابد لهم من تحقق شروط، يعني أن يخلص فيه الواعظ لله سبحانه وتعالى، وأن يريد بهذا الوعظ وجه الله سبحانه وتعالى، لا الحصول على مزية معينة أو شيء معين، يعني أن يبعد عنه حظوظ النفس. وهذه المسألة حتى موضوع نحن لن نحدث عنه في قضية الحوار الهادف، لابد أن يبنى على هذه الأمور، أن يكون يعني الذي سيجادل القوم مهما كانوا، سواء كانوا كفارا أو مسلمين، مسلمين باب أولى، حتى الكفار احنا وجادلهم بالتي هي أحسن، ما قالش خذ عكاز ولا اضربهم والله بندقية، هم كفار يا سبحان الله. فما بالك المسلمين، المسلمين اللي دخلوا، ما بالك المسلمين. المسلمين ورد في الأحاديث الصحيحة، وطلبة العلم جميعا يعرفون ذلك، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الممنوع حتى بالإشارة إلى المسلم بالسلاح لإفزاعه. ولذلك الصحابة كانوا إذا مد بعضهم إلى بعض السلاح يمدونه لا بأسنته، وإنما بالعكس، حتى إذا انطلس منا والله تحركت يده لا يصيب. وهذه صايرة في ليبيا بكثرة، قضية سلاح واحد، نعم، يعني كأنه مع صديق له، يعني حدثت وفيات بكثرة، بل حدثت وفيات حتى قتل الناس فيها أنفسهم. نعم، نظرا لأنهم لا يعرفون هذه التفاصيل، فهو يحرك الآلة وهو لا يعرفها، فتكون النتيجة كارثية. فهذا نرجع إلى صاحبنا، لا بد أن يكون الحوار لكي يؤدي هدفه أن يكون بهذه الطريقة، نعم، الإخلاص لله وإبعاد حظوظ النفس، وقلنا احنا بالتي هي احسن. فيعني ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى قضيه احد الصحابه يعني اخذ حذاء احد الصحابه الذين كانوا معه، فجاء صاحبنا ليفتش عن حذائه، وبعض الروايات تقول عن قطعه من حذائه،
يعني هن اثنين خدمتهن واحدة. فغضب، لكن بعد ذلك يعني فهم أن فلان قد أخذها يعني بقصد التنكيت والكذا، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورآه أذم بالمسلمين. سبحان الله، احنا هذه عنا ما فيها شيء بكله قضية يقول كله نبصر على صاحبي، لا، البصارة هذه نسموها فيها بصارة احنا لا تأتي بخير، هذه يعني تشق عصا الوحدة وعصا الصداقة وما إلى ذلك، ولو لم ننظر نحن إلى ذلك لكن هذه حقيقة الأمر. فالمهم أقول ليش صاحبنا هذا، بارك الله فيه، صاحبنا هذا يعني هذا معناها نحن مقصرون في نصح الناس ونعم تعريفهم. لماذا لا ننصح الناس ونجلس معهم ونكلمهم بالتي هي أحسن ونبين لهم الحكم بطريقة، يعني هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ما كان يغضب. قصة الأعرابي الذي بال في المسجد يعرفها كل خاص وعام، ماذا يعني كان ردة الفعل؟ قام بعض الصحابة يقوم سيضربه والله يفعل به كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، بل تركه حتى انتهى من بوله، وبعدين ثم بعد ذلك أمر بأن يهرق على ذلك دلو من ماء. هذه كل القصة. وقال للرجل إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الأمر، هذه كل القصة. هذه التربية. فإحنا لا نقرأ في القرآن أو نقرأه ما نفهمش، ولا نقرأ في سنة، والله السنة مليئة، ولا نقرأ في السيرة كذلك، وبعد شوية تقول لي والله هي يدور على القبر والله يطوف القبر. أنت المقصر، أنت اللي عارف، أنت معنا نعم على الناس تاني بما فيهم أنا المتحدث، هذا التقصير منا. فإذا شرحنا لذلك واختلطنا بالناس، ولأنك أنت في برج عاجي وتريد الناس أن يستقيموا، لا يحدث ذلك، فلا بد من الاختلاط بهم وباللين وبالكلمة الطيبة وما إلى ذلك. نعم، ولذلك الوعظ، وهذه دائما تحدث عنها هاني، الوعظ لابد من صفات معينة لابد أن تتوفر فيه، وإلا لا يصلح كل أحد للوعظ. لا، بالعكس، أحيانا الوعظ إذا ما توفرتش فيه صفات معينة أو في الواعظ كذلك ينفر الناس من هذا الأمر ويجعل يعني ردة فعلهم قوية، تقول يا ليته كان كما كان، أسوأ من المنكر. أيوة، أسوأ من المنكر الذي يفعله. ولذلك علماءنا تحدثوا عن الأمر بالمعروف عن المنكر، اشترطوا بأن يعني إنكار المنكر ما لم يؤدي إلى منكر أكبر منه، وهذه ضرورية. نعم، نأخذ اتصال أخير قبل نجاوب على الأسئلة. أخ مصطفى من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ مصطفى، سؤالك. بالله نسأل الشيخ على حرمة دم المسلم. توكلنا. فحرمة دم المسلم، هو الشيخ حتى في الدعاية على البرنامج يقول يتكلم عليه حرمة دم المسلم، ومعروف حرمة دم المسلم، لكن بنعرف حرمة دم المسلم في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان ومكان، ولا في مكان ومكان لا، وزمان وزمان لا؟ لو أن هي في كل وقت وحين وفتوى في كل زمان ومكان، الشيخ فتونا فيها في 2011 وفكونا من القرقوت كله من 2011 لتوا، والقتل والشعر بالسلاح ما قال الشيخ أنت تشرع عليها سلاحك، إيش ما كان سلفة فحيد من الشيخ كله في 2011، وكفى الله شر المؤمنين، شر الله كما يقولوا ماذا أن بارك الله فيك، من المشاكل هذه كلها. بارك الله فيك أخي مصطفى، سؤالك واضح. الأخت نورة شيخ من الخمسة سألت، تقول شخص تقدم لها وأبوها يرفضه لأنه أسمر البشرة، ويقول لها مستحيل من زوجك هذا الزواج، وهي تريد هذا الشاب. تقول هي هل ما الذي يفعله والدي، هل هو حرام أم حلال لأنه يرفض الشخص بهذا السبب؟ يعني هي المسائل هذه من الصعب الكلام فيها. كيف صعب؟ سبب الصعوبة، سبب الصعوبة احنا لا نعرف الظروف التي فيها هذه العائلة. أما نقدر نتحدث، نستطيع أن نتحدث بصورة عامة، احنا ديننا لا يفرق بين الأسود والأبيض، لكن قضية المرأة راغبة، ولماذا يمنع الأب؟ ما
أنا أعرفش إحنا الآن يعني شنو هي المبررات الأب هذا؟ ما هي سؤالها تقول هذا السبب يعني أنه هو بشرته سمراء فهي لا تريد هذا لا يعد سببا شرعيا. نعم. فإذا كان هذا الوحيد لكن كان هو الأب عند أشياء أخرى فالله أعلم. نعم. طيب أخت بنت ليبيا تسأل تقول أم زوجها طردتها من بيتها وضربتها وهي يعني وزوجها لا يأبه بهذا الأمر فما حكم ذلك وتقول ماذا تفعل يعني هل تعود إلى بيتها أم يعني زوجة الابن ضربتها أم الزوج ضربت زوجة ابنها وهذه سبحان الله كيف هذه تحدث غريبة هذه هي أنا كنا وقالت الابن يعني مؤيد لما بشي مؤيد كأنه ضربها أيضا زوجها كيف هذه القضية هذه مسائل يا أستاذ صهيب مسائل إحنا غايبة عنا ما نعرفش تفاصيلها لأن أحيانا السائل يذكر لك وجها واحدا من القصة فتظن أن الحق كل الحق فيه والحقيقة أن كثيرا من الأمور الدائرة حول هذه القضية غائبة أنا شايف لماذا تضربها هذه المرأة ولماذا زوجها ساكت كل ذلك لا نعرفه فإذا كان هذا بدون سبب قلنا هذا لا يحق أبدا ولا يصح نعم الأخ محمد بن طرابلس السلام عليكم أخ محمد السلام عليكم السلام عليكم الله تفضل سؤالك أخ محمد حياكم الله الله حياك الله بارك الله فيك سؤالك لا عندي سؤال للشيخ الله يجزيك خير. تفضل. الأول في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون رسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلالا أو منهم نار. نعم. السؤال هنا هل هؤلاء الحرب نقول أحد الحرب هل يتعبه أي موت أو دولة مخصصة بذلك؟ هل هذا يفعله أي شخص يعني؟ طيب شخص واضح السؤال شخص مسلم بما نراه الآن من سرقة أموال للدولة سرقة أموال للناس السؤال الثاني الدعاء خلف الصلاة المكتوبة الدعاء عقب الصلاة المكتوبة طيب عقب الصلاة المكتوبة واضح إن شاء الله يجاوب جزاكم الله خير بارك الله فيك وفيك إن شاء الله طيب أخ خالد من طرابلس السلام عليكم تعطونا فرصة بعد أن نجاوب على الأسئلة تفضل أخ خالد تحية ليك وللشيخ الفاضل الله يسلمك بارك الله فيك حقيقة سؤالي بسيط ولكن توضيح سؤالك ماذا بسيط؟ عندما الشاب يقوم بجريمة سواء كانت سرقة أو سطو على أي شيء نعم التحريض من أحد أقاربه فهل الإثم يقع على المحرض أم على المعني؟ كم عمر الشاب هذا الذي يعمل هذا الشيء؟ حطه 30 حطه 25 لكن اللي حرض فيه 60 سنة 50 سنة طيب يجاوبك يا شيخ إن شاء الله شكرا بارك الله فيكم الشيخ الأخ فوزي من شحات يسأل يقول حكم عنده سؤالين طبعا حكم قتال أنصار الشريعة يقول ومن يحق له أن يقاتلهم؟ والسؤال الثاني سؤال غريب يعني يقول لك هل القذافي كافر أم مسلم يقول كثير من الناس يتحدثون عن كفر بالنسبة لحكم قتال أنصار الشريعة أن نحن قاعدة عامة في الفقه الإسلامي بل هي في العلوم كافة وهو الحكم على شيء فرع عن تصوره يعني هؤلاء القوم لا أعرفهم فكيف أحكم عليهم ولذلك لا جواب عندي نعم هذا يعرفهم من اختلط بهم أو إن قاتل معهم أو قاتلوه أو غير ذلك لكن أنا لا أعرف إذا كان يسمع هذه الكلمة من الناس فقط وهذه لا يجوز أن يبنى عليها حكم شرعي والقذافي لا أعرفه أنا تكلمت عن هذه المسألة ربما يعني أنا أعرف كم سنة سئلت في إحدى المحطات بالتليفون يعني هل القذافي كافر فلا يدفن في مقابر المسلمين أو هو مسلم ولكنه عاصي مثلا فيدفن في مقابر المسلمين قلت بالنسبة لي أنا يعني متابعتي للإعلام الليبي هو حقيقة الأمر كفر أكثر من مرة لكن
هل استمر على كفره أو تاب بعد ذلك؟ قلت لهم اسألوا جماعته أي المختلطين به، فهم الذين يعرفونه يعني في نهاية ماذا كان. إذا كان هو فعل المعاصي فقط فهو مسلم فاسق، وإذا كان استمر على ما كفر به هو يعني معروف الناس الليبيين كلهم يعرفون بعض الأفكار ما قال هنا عن بعض الألفاظ وكذا، فهو على حد كفره ما زال. القضية لا أعلمها، يعلمونها. الأخت فاطمة من بنغازي تسأل تقول متزوجة وعندها أولاد وتخاف من لفظ الطلاق والحلف به الذي اللي تقول هي دائما على لسان زوجها، فتقول هو يكثر من هذا الأمر ومن غير حد ولا. اسمع، بالنسبة للطلاق وإحنا تكلمنا عنه حلقة وما زال بكلام كثير، لكن أقول أولا مسألة الطلاق الذي يسأل عنه المفروض الرجال، لأن تو الآن إحنا سمعنا من المرأة وربما يتكلم الزوج ويقول هذا لا صحة لهذا الكلام، وإنما يعني ما تكلمت هذا الكلام، أنا كلمت كلاما قريبا من هذا أو شيء من هالقبيل إلى آخره. فالزوج الذي بيده عصمة الطلاق، عصمة النكاح، هو الذي يسأل ونحن نستفسر عنه ونجيبه، هذا فيما لم يصل إلى المحاكم. أما إذا وصل الأمر إلى القضاء فالقضاء يتولى ذلك، والله أعلم. طيب، الأخ ناصر من طرابلس يسأل يقول حد الجهر والسر في صلاة المرأة. المالكية عندهم المرأة يعني صلاتها كلها، صلاة المرأة جميعا يعني سرا، يعني كأنها أعلى درجات السر، تسمع نفسها فهكذا. لكن بعض المذاهب عندها إذا لم يكن معها من غير المحارمين يعني فلها أن تجهر، لكن لا جهرا يعني فوق العادة. نعم، بعض المذاهب الأخرى، أما مذهب مالك فهذا الذي ذكرته لكم. نعم. السؤال الثاني يقول حينما تذهب المرأة للعمرة بعض الناس يفتون بأن صلاتها في الفندق أفضل من صلاتها في الحرم. هذا صحيح. هو الأخ ظن أن من تكلم في هذا الأمر هو الذي على غير صواب، وأنا أقول له هذا هو حكم الفقه، أن المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، إن صلت حتى في المسجد الحرام، أي ولو في المسجد الحرام. إن صلت في المسجد الحرام أو حتى في المسجد الآخر العادي فلها ذلك، لكن هو يحكي الأفضلية. إذا كان الحديث عن الأفضلية فصلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، والله أعلم. نعم. طيب، الأخت إيمان من الجفرة تقول متضررة من زوجها يغلق عليها الباب ويمنحها من الخدمة ويعمل مشاكل مع أهلها ويمنحها من زيارتهم، وتقول أحيانا تفكر أن ترفع عليه قضية في القضاء، وأحيانا تقول تفكر أن تهرب هي وأولادها وتترك له البيت. هذه المسألة صعبة الحديث فيها، لأن احنا كما ذكرنا لا نعلم التفاصيل. يعني يأتينا الخبر أو الحكم أو كذا في من باب واحد ومن جهة واحدة، وربما لو تكلم زوجها لقال كلاما مناقضا لما سمعناه منها، ولذلك لا نستطيع أن نقول شيئا، لابد يعني من السماع من الطرفين في نعم. القضايا. طيب، الشيخ الأخت رؤى من الزاوية تسأل تقول الأرملة هل الأفضل أن تتزوج وتعف نفسها أو تربي أولادها الأفضل؟ هذه أيضا تحتمل، أو هذا السؤال يحتمل، يعني هذه تعتمد على طبيعة المرأة. إذا كان هي تخاف من ألا تعف نفسها فعليها أن تزوجنا. قضية هذه الصحابيات كانوا مجرد ما تنتهي عدتها تتزوج، معروفة هذه. نعم، تتزوج أكثر من واحد. نعم، فعندما يتوفى الثاني والله يطلقها والله يتزوج غيرها إلى آخره. أما بالنسبة إلى إذا كان هي ترى أنها عفيفة وأنها لا شهوة لديها إلى آخره، وأنها تريد أن تعتني بأولادها وتصرف كل الحياة فيهم فلها أجر عظيم. سؤالها الثاني باختصار قضية الصداقة مع الرجل، تقول الدردشة مع الرجال وحكمها هل هي جائزة أم حرام؟ هذه قضية تعرف هي حتى الجواب، حتى هي نفسها الناس كلهم يعرفون أنه إحنا مع الناس صداقة بين الرجال والنساء. نعم. في الصداقة والدردشة هذه. نعم، نعم. قضية الدردشة هذه اللي تحكي لها هي لا شك أنها حرام. نعم. ماذا هي
نعم تتحدث في ماذا؟ صحيح. نعم. هل بينهما شركة؟ لا دردشة عادية. نعم. طيب شيخ انتهى وقت الحلقة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، إن شاء الله نوصل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله في الحلقة القادمة. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.